وقعت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، وذلك تحت مظلة خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. أكدت رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر أن اهتمام مصر بملف الهجرة غير الشرعية ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظروف طارئة، بل هو اهتمام نابع من الالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. النهاردة وقعنا بروتوكول تعاون ما بين اللجنة الوطنية التنسيقية، وهي لجنة وزارية حكومية تابعة لمجلس الوزراء، وبين منظمة اليونيسيف، منظمة الأمم المتحدة للطفولة. وده شيء مهم، لأننا بنحرص أيضا في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، إن إحنا نحمي أطفالنا.